بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. معكم الأستاذ محمد الفرقوقي من مدينة خميس مليانة ولاية عين دفلة من دولة الجزائر. سنواصل معكم تحري ليلة القدر بمتابعة طلوع وشروق الشمس في العشر الأواخر لرمضان لهذا العام 2023 ميلادي الموافق ل 1444 هجري. هذا الصبيحة هي صبيحة 21 من رمضان، الأربعاء 21 رمضان الموافق للأربعاء 12 أفريل 2023 ميلادي. إذن هذا الليلة الماضية اللي مرت هي ليلة 21. طبعا لما نقول الليلة الماضية ليلة 21 على قول أن الليل سابق النهار، والليلة الماضية هي ليلة 20 على قول أن النهار سابق الليل. لذلك قلنا في الفيديو السابق في خلاف كبير بين العلماء، لذلك المؤمن الفاطن حتى لا يروح عن نفسه فضل ليلة القدر وثوابها يجتهد في العشر كاملة. لا بعض الناس يجتهدوا غير في الأوتار، لا، قلنا قال العلماء ممكن أن تكون ليلة القدر في ليلة زوجية، ممكن، إضافة إلى اختلاف العلماء في الليل سابق النهار والنهار سابق الليل، إضافة إلى اختلاف المطالع والأهلة. كاين دول عندها ليلة 21، دولة أخرى صمت متأخرة ممكن تكون عندها ليلة 20. لذلك هذا الاختلاف كامل باش يخرج منه المسلم ويدرك حقيقة فضل ليلة القدر يجتهد في العشر كلها. كما راكم تشوفوا بدأ قرص الشمس في الارتفاع، وكما راكم تشوفوا راه منذ البداية راه فيه الإصفرار، منذ البداية راه فيه الوهج وفيه الإصفرار كما راكم تشوفوا. معليش نزيدوا نصبروا ونشوفوا، ما نتقلقوش. وكما قلت في الفيديو السابق لا نصدر أحكام، ما نقولوش بلي ليلة القدر الليلة الفلانية ولا اليوم ولا البارح حتى نكملوا العشر كاملة، حتى نكملوا عشرة أيام كلها. طيب كاين بعض الليالي اللي ممكن نستبعدها كليا، لكن احنا في الأخير باش نقولوا الحكم الليلة اللي نتوقعوا أي هي ليلة القدر. طيب طرحوا لي سؤال في فيديو سابق أحد المعلقين، قال أنه أعطينا العلامات اللي قبل ما تصرى، قبل أن تقع ليلة القدر باش نجتهدوا فيها. ما كاش علامات قبلية، العلامات قبلية ليلة القدر ما كاش، كاين علامات ليلية وكاين علامات بعدية صبيحة ليلة القدر. علامات قبلية باش نعرفوا بها ما كاش. العلامات الليلية ذكرناها في الفيديو السابق، الليلية العلماء يقولوا للاستئناس فقط، العلامات الليلية للاستئناس هي أن تكون ليلة القدر تكون ليلة سمحة طلقة بلجة أو بلجة، لا حارة ولا باردة، مضيئة، قمرها يكون مضيء يكشف كواكبها. هذه العلامات هذه للاستئناس فقط. مثلا الليلة الماضية اللي مرت علينا ليلة 21 كانت نوعا ما باردة لأنه رانا في فصل الربيع، فصل الربيع تكون لياليه باردة. إذا العلامات الليلية للاستئناس هذه المتفق عليها بين العلماء. كاين علامات لا أصل لها، علامات لا أصل لها، كاين علامات ثابتة في أحاديث ضعيفة ضعفها العلماء. مثلا ليلة لا غيوم فيها ولا سحب ولا أمطار ولا تسمع نهاق الحمير ولا نباح الكلاب، هذه علامات كاع لا أصل لها، أحاديث ضعيفة. وكاين علامات مبتدعة ثاني يبتدعوها الناس، يقول لك تصيب دراهم، تصيب كيس من الأموال ولا العمارات تنام، ولا هذا المبتدعة لا أصل لها. العلامة الوحيدة المتفق عليها بين العلماء ولا خلاف في ذلك أن الشمس صبيحتها تطلع بيضاء نقية كأنها طست لا شعاع لها. كما راكم تشوفوا الشمس راهي تطلع، راهي منذ البداية فيها الإصفرار وفيها الوهج. طيب هذا العلامة بعض المشتركات علقت لي قالت لي كيفاش الشمس تطلع بيضاء ما فيهاش إصفرار غير في الصعود فقط. طيب قدر ما ترتفع قدر رمح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كي تطلع الشمس كي تخرج إلى غاية ترتفع قدر رمح، شعال التوقيت تاعها. قال العلماء طلوع الشمس إلى غاية وصولها قدر رمح ماكسيموم كما يقولوا ماكسيموم 20 دقيقة، منذ صعودها إلى غاية 20 دقيقة تكون بيضاء ما فيهاش شعاع ما فيهاش الإصفرار، يطلع غير قرص الشمس أبيض.
ما كاش الوهج هذاك وما كاش الاصفرار، غير تفوت 20 دقيقة يخرج الاصفرار، ماشي في النهار لا. طيب هذه المعلومات اللي راني نمدكم فيها هذه مش معلومات جديدة لي أنا، هذه معلومات قديمة والحمد لله ملي كنت ملي من الله علينا بالاستقامة والصلاة نعرف هذه المعلومات، وإضافة إلى أن قريت الأمور الشرعية في الجامعة، هذه معلومات قديمة أنا نعرفها الحمد لله، ماشي راني نمد لكم فيها جديدة ولا أشياء قديمة نعرفها، لذلك الحمد لله. العلامة المتفقة عليها عند العلماء كما قلت أن الشمس صبيحتها تطلع بيضاء نقية لا شعاع لها كأنها طست، معناه يطلع قرص الشمس بيض ما فيهش الإسفرار وما فيهش الوهج هذاك، يقعد هكاك بيض 19 دقيقة 20 دقيقة ثم يخرج الإسفرار. كما تشوفوا هذا الشمس اللي تطلع قرص الشمس هذا اللي رانا نسجلوا فيه الآن صبيحة 21، الشمس منذ البداية في الإسفرار، راني نشوف فيها هكا أنفصلية راي ملي طلعت فيها الإسفرار، لذلك تستبعد. نقدر نقوله ليلة العشرين استبعدناها كليا، ليست ليلة القدر، وهذه الليلة الماضية يمكن استبعادها كليا، لأن الشمس منذ صعودها في أول خروج لها خرجت بالإسفرار وخرجت بالوهج، إذن يمكن استبعاد هذا الليلة كذلك. طيب مبدئيا فقط حتى نشوفوا باقي الليالي ونشوفوا باقي الأيام الأخرى. طيب علاه احنا رانا نعسوا في الشمس هذه كيفاش تطلع ونتحروا في ليلة القدر؟ علاه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا قال تحروا ليلة القدر، التمسوا ليلة القدر، لأن فضلها كبير وثوابها جزيل عند الله، وهي ليلة من أعظم الليالي عند الله، أعظم ليالي عند الله هي ليلة القدر، نزل فيها القرآن وينزل فيها الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا، وينزل جبريل وتنزل الملائكة، لذلك المؤمن الذي يبتغي الأجر ويبتغي الثواب يتحرى ويلتمس ليلة القدر. كيفاش تعرف ليلة القدر؟ هذه العلامة قلنا، العلامة الواحدة المتفق عليها عند العلماء أنه في صبيحتها غدوة من ذاك الصباح تطلع الشمس بيضاء نقية كأنها طست لا شعاع لها، معنى تطلع بدون إسفرار، تطلع بدون وهج، مش نهار كامل يظل هكاك لا، عند طلوعها فقط مدة 18 دقيقة 19 دقيقة حتى 20 دقيقة تطلع بيضاء لا إسفرار فيها ولا وهج فيها، ومن بعد كي تفوت 20 دقيقة تطلع قيد رمح يخرج الإسفرار ويخرج الوهج. لذلك نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا قيام ليلة القدر، اللهم يا رب العالمين وفقنا إلى إدراك ليلة القدر، اللهم اكتب لنا ثواب وأجر ليلة القدر، اللهم وفقنا إلى إدراكها ووفقنا إلى قيامها ووفقنا إلى تحريها والتماسها. إذن كما راكم تشوفوا الشمس مازالت تطلع، راهي تطلع والشعاع والإسفرار راه ظاهر. طيب الحمد لله احنا راه عندنا شوي الحمد لله راه عندي شويه اكسبيرونس قديمه السنوات الماضيه وسنوات اللي قبلها، لذلك الشمس في ليله القدر صبيحه ليله القدر ما تطلعش هكا، تطلعش ما فيهاش الاسفرار، تطلع بيضاء مدوره بيضاء ما فيهاش الشعاع، وكما راهي جايه ان شاء الله الايام المقبله ونصادفوها راح نقول لكم راح تتعرفوا عليها. لذلك ما قلت لكم اشياء ماشي المره الاولى هذه اللي رانا نتحرى ولا رانا نتكلموا في هذه الاشياء، هذه اشياء قديمه تحرينا سنوات وسنوات والحمد لله. نسال الله عز وجل ان يوفقنا ويكتب لنا ثواب واجر ليله القدر، وكما قلت ليله القدر جوهره وجب البحث عنها. علاه؟ لان الله عز وجل سيعطيك كل ما تريده في ليله القدر. ليلة القدر تقدر فيها المقادير كما قال الله عز وجل في القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، كما قال العلماء تقدر فيها الآجال وتقدر فيها الأرزاق وتقدر فيها جميع الأمور السنوية كما قال العلماء، هذا كله يحدث في ليلة القدر. إذا صادف الله عز وجل جاي يقدر هذه الأشياء وكنت قائم لله تقرأ في القرآن ذاكر كنت طائع، فالله عز وجل سيكرمك بثواب كبير، بينما إذا كنت نائم مثلا ولا كنت غافل ولا كنت ندير شيء محرم فسيفوتك خير كثير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حرم العشر الأواخر أو حرم ليلة القدر فهو المحروم فقد فاته خير كثير. طيب كما راكم تشوفوا الشمس مازالت في الارتفاع، الإسفرار ظاهر
والوهج راه ظاهر. لذلك كما راهي جايه الايام المقبله ان شاء الله عز وجل راح انت تعرفوا باللي هذه الليله مستبعده، مستبعده لانه الاسفرار ظاهر والوهج راه ظاهر. طيب راح نواصلوا كما وعدناكم في كل صبيحه راح نلتمس ونتحرى، وان شاء الله ربي يجازينا على هذا الفعل، لان نفس السلام امرنا بذلك، الامتثال لامرنا نفس السلام فيه ثواب وفيه جزاء. راح نلتمسوا ونتحروا كل صبيحه طلوع الشمس. ملاحظه مهمه اللي نركز عليها وننبه عليها خاوتي، وراني باغي الخير ليا والخير لكم. باش تدرك فضل ليله القدر وتدرك ثوابها لابد ان تجتهد في العشر كامل، ما تركزش على ليله دون ليله، اجتهد واعبد الله عز وجل وتضرع الى الله في جميع الليالي. مثلا اليوم في الليل ما تقوليش اليوم ليله 22 ما لا، ممكن تكون ليله القدر زوجيه كما قال العلماء. بارك الله فيكم، اجتهدوا واعبدوا ربكم في جميع الليالي حتى تدرك فضل ليلة القدر. وأفضل شيء تقوم به هو قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، لأن ليلة القدر هي ليلة القرآن وليلة نزول القرآن. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا، اللهم اكتب لنا ثواب وأجر ليلة القدر، ووفقنا إلى قيامها، ووفقنا إلى التماسها وإدراكها يا رب. وكما قلت في الفيديو تاع اللايف اللي درناه، هذا الأشياء يفعلها المسلم مشي بالشطارة تاعو، مشي بالذكاء تاعو، ومشي بالقدرة تاعو، يفعلها بتوفيق الله. إذا وفقك الله فأنت الموفق. لذلك أكثر من الدعاء واسأل الله عز وجل أن يوفقك. ليلة القدر إذا أدركتها وأطعت الله عز وجل وسألته، حياتك تتغير، ممكن حياتك كامل تتغير. أسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفقكم ويوفق سائر المسلمين والمسلمان والمسلمات إلى إدراك ليلة القدر وإلى قيامها والتماسها وتحريها. بارك الله لي ولكم، انتظرونا في الفيديوهات السابقة راح نتحرى كل صبيحة الشمس. بارك الله لي ولكم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.